ضاعت الكرة من صلاح، ولكن هي آخر كرات اللقاء، هي كرة الثلاث نقاط. المنتخب المصري يتألق في هذه اللحظات بصرف النظر على أداء. اسألني عن التأهل، اسألني عن هدف رمضان، اسألني عن رجولة حمادة طلبة، اسألني عن حجازي نجم اللقاء الأول، اسألني عن هؤلاء. هي كرة القدم المصرية تعود من الباب الكبير وتعود لاستهادة الهيبة والمكانة وتأكيد الصدارة. 7 نقاط وقبلات الجميع لرمضان ونجوم مصر بالهدف الوحيد وهدف التأهل إن شاء الله لنهائيات الجابون 2017. شكرا لكم، أنقل الكلمة للزميل أحمد فؤاد.